هناك أرى علاقة زوجية جميلة سعيدة، لكن أرى تأثيرات خارجية تصر على تدمير هذه الأسرة السعيدة وهذا الاستقرار وهذه الحماية الجميلة. أرى امرأة كبيرة وأخرى صغيرة، يعني طاقات سلبية، والطاقات ديال هاد النساء يعني هاد المرأة هاتين، يعني المرأة الكبيرة والصغيرة هي هوائية ومائية، هوائية خاصة الجوزاء ومائية خاصة العقرب، واخا هاد الطاقات السلبية ديال المرأة ديال النساء، واخا هوائية مائية، هوائية خاصة الجوزاء ومائية خاصة العقرب. كذلك أرى عزيزي برج الحوت المتزوج أن هناك القليل من تبذير المال، ربما في ألعاب الحظ أو شيء من هذا القبيل. أرى صراع وفوضى، يعني هناك يعني حماية وصراع، صراع وفوضى، يعني أرى أنكم أن يعني ربما هذه المرأة الصغيرة والكبيرة يظلمونك عزيزي برج الحوت. أنت إنسان طيب، ما أراه في الكارت تحب أسرتك، تحمي أسرتك، تدافع عن الأسرة، لكن هذا يعني هذه الطاقات السلبية يعني تحول حياتك إلى حياة تحول تحاول أن تحول حياتك السعيدة إلى جحيم. وخا هذا ما أرى في الحياة الزوجية، لكن أرى أن هناك حماية ودفاع من طرف يعني الزوج أو الزوجة. وخا والآن لنرى ما هي وضعية المرتبطين، من لديه حبيب. وخا بسم الله، كنتمنى لكم حظ سعيد، واللي يعني بقوا معنا، يعني من رأى من استمع لطاقة بقوا معي حتى النهاية. نعم، لأن القراءة للكل هي رسالة لبرج الحوت، وخارج رسالة لذلك الإنسان، لطاقة هذا الإنسان. لذلك يعني أنصحكم بمشاهدة كل الفيديو والاستماع لكل الرسائل، لأنها الطاقات يعني تكون متشابهة حتى وإن كانت الوضعيات مختلفة. وخا نبدأ بسم الله بالمرتبطين. المرتبطين أرى أنها يعني عزيزي برج الحوت يرى أن هذه الوضعية بطيئة، هذه كارت الانتظار الطويل، كارت يعني الـ الأشياء البطيئة، يعني طاقتك هي السلحفة، يعني تعبت من الانتظار. هذه الكارت أنت تريد يعني الاستقرار والزواج، والحبيب سيطلب منك الزواج، لكن هذا أنت يعني ربما أنت تصر، وأنا أنصحك، أنا أنصحك يعني لا تضغطي عليه، خليه عندما يعني سيتمكن سيفعل ذلك، لأن هذا هو المصير، يعني الزواج والحياة السعيدة معا. نعم، هناك حب وسعادة، لذلك يعني بلاتي يعني بالهدوء، وخا بالهدوء فسيصل كل شيء، يعني كل شيء جميل. والآن لنرى ما هي طاقة المنفصلين. طاقة المنفصلين، هذه هي طاقة المنفصلين. أنا ما فهمتش. منفصلين، يعني لا أدري، كارت غريبة. هناك حب، تحبينه، ما زلت تحبينه، ما زال يحبك، يعني هناك حب بدون شك، هذا ما يقوله الكارت، يعني الباب مفتوح للحب. وأرى أن هناك سيكون هناك عن قريب وإن شاء الله تواصل ورسائل، وللبعض منكم حتى الرجوع، يعني هذا الكارت هي الرجوع. أنا أرى يعني لا أدري لماذا أنتم منفصلين، الله أعلم، لكن هناك حب، هناك حب من الطرفين، لكن أنتم منفصلين، ما عرفتش علاش. والله أنا هذا الشيء يعني كنبقى يعني محيرني، لكن هذه هي الحياة. أنا أرى حب جميل، الله يا ربي، يعني هذا الكرت ما خرجت لي كرت زوين، هذه وهذه يعني حب حقيقي، لا أدري لماذا أنتم منفصلين. المهم، لكن أنا أرى تواصل وحتى الرجوع بعض منكم، لا أدري، حب وأنتم منفصلين، لا أفهم. لنواصل، والآن مع من ليس لديه علاقة. واخا من ليس لديه علاقة، واخا هذه غنغطيها لأنها امرأة عالية، هذه كارت العالم. واخا
سأبدأ بكرة العالم. لمن ليس لديه حبيب، تقول لك هذه الكرت، كرة العالم، أن لديك فرص كثيرة، العالم يتيح لك فرص كثيرة يوميا وقد لا تراها، كل ما عليك هو أن تتحرك عزيزي برج الحوت. أخا تحرك أرجوك، أخرج. هي مثل برج الثور، يغني يعني خذي حمام، أو خذ حمام، يعني أنا أتكلم مع الرجال والنساء، واخرج، يعني لا تبقى في هذا التشاؤم والوحدة، أخرج أرجوك. كذلك تقول الكارت بلاتي نعم، أنتم ليس لديكم حبيب، لكن أرى أنه ربما هناك شخص معين بعيد، أرى مسافات، ربما هناك شخص معين بعيد، يعني تتواصلون معه ربما عبر الإنترنت، هذا ما تقوله هذا الكارت، وأنت تريد أن تعطي حبك، يعني أنت يعني عييت من يعني الوحدانية، أنت يعني قلبك يعني تريد أن تعطي، الله شحال زوين زوين هذا، تريد أن تعطي حبك، وأنا أرى سعادة، وخا لا أدري مع من، لكن أنا أرى سعادة، وخا أرى سعادة لمن ليس لديه حبيب، أرى فرح واحتفالات، وربما هناك يعني احتفال يعني في حياتك ليس في قلبك فقط، بل احتفالات، لا أدري، عرس، زواج، يعني اخرج، خصك تخرج، مشي يعني الحفلات التي يعني التي يعني التي في حياتك، هناك زواج أو أي حفلة، فاذهب للحفلة، اخرج، هذا ما تقوله هذا الكارت، لكن كذلك هي كارت السعادة، سعادة ستدخل إلى حياتك، طاقة ترابية، أخا بيدها كأس الحب، هذا ما تقوله هذا الكارت، يعني كانت قراءة جميلة، أخا. وفيما يخص هذه الطاقة، إذا كنتم يعني ما زلتم يعني في يعني أنتم في هذه الطاقة، يعني طاقة الحزن، أنت سوف تحقق، يعني في كل القراءات أنت سوف تحقق كل ما تتمناه، ومن خلال قوتك العاطفية يجب أن تكون متفائل، وخا من خلال هذه القوة أنت ستحقق، لأني أرى كل القراءات كانت جميلة وإيجابية، كل ما عليك هو أن تكون متفائل وإيجابي، وخا لأن رغم الظروف، يعني نعم كل واحد لديه ظروفه يعني يعني صعبة، أو لكن كل واحد لديه ظروفه، لكن هناك أشياء كثيرة، هناك بزاف ديال الحوايج في هذا العالم تزيد من طاقتك الإيجابية، وخا مهما كنتم في هذه الوضعيات الحزينة أو مشاكل، طبعا هناك مشاكل كثيرة أحيانا، يعني المشاكل تؤثر في الإنسان لدرجة أنه حتى يريد أن يترك حتى أسرته، يعني حرام عليكم هاد الناس اللي كيدخلوا في الأسر، حرام حرام حرام، يعني ناس سيئة، حرام عليكم، يعني عيشوا حياتكم، خليوا الناس يعيشوا حياتهم، علاش كتدخلوا بين زوج، يعني علاقة زوينة، حرام عليكم، علاقة زوينة وأسرة جميلة وهناك حتى أطفال، عرفتوا هاد السحب، يعني هاد القراءة ديال المتزوجين ذكرتني بمسلسل قديم جدا، أنا كنت صغيرة، اسم مسلسل ديني اسمه الأزرق، واخا هذا المسلسل، يعني أنا لا أتذكر حتى يعني الأرغيمون ديال المسلسل، لا أتذكر، فقط يعني كنت أتذكر أن هناك عجوز سيئة، يا ربي شحال قبيحة، وكانت سيئة جدا مع زوجة ابنها وتظلمها وتضربها، كم كانت سيئة تلك العجوز، وربما هذه هي وضعيتك عزيزي الحوت المتزوج. كان مسلسل زوين زوين، الأزرق كان سميته، يعني وكل ما أتذكر هو يعني الطفولة، أنا من مواليد أواخر الثمانينات وأتذكر هذا المسلسل، كانت عجوز يعني تضرب، كان لديها عود وتضرب مسكينة، يعني البطلة يعني كانت تضربها زوجة ابنها، يعني كانت امرأة سيئة سيئة، ربما أنت عزيزي الحوت تعيشين في هذه الوضعية. المهم كانت قراءة جميلة، لنرى ما هي رسائل كنت أحب الموسيقى عندما يبدأ المسلسل، تن 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 تن، شيء من هذا القبيل. الله شحال زوين، طفولة زوينة، الطفولة ديالي كانت جميلة جدا، براءة.
ماشي بحال اليوم الانترنت المهم لنقصر كارتة الشجاعة. هذا الكارت يقول لك كن شجاعا وافعل ما يأمره بك قلبك، واخا يعني كن مخلصا لقلبك. لا باسيونس يعني الصبر، الصبر عزيزتي اصبروا، لان كلكم يعني كل هذه الوضعيه تحتاج للصبر. الصبر مفتاح الفرج. وهذه كارت العزله، يعني ابتعدوا شيئا ما عن العالم المادي، ولا تعطوا اهميه لهذه الاشياء السلبيه وهذه الشكامه وهذه الناس اللي ما عندهم ما يديروا. يعني هذه الطاقات السلبيه التي تتدخل، يعني هي طاقات سلبيه، هي طاقات مريضه. يعني هاد الناس ما يعني الله يسامحهم، هي ناس مريضة، يجب أن تعالج نفسها. نحن لن نتكلم السوء عنهم ولا أي شيء، لكن أنت ابتعد عزيزي برج الحوت، خليهم يديروا اللي بغوا، لكن أنت ابتعد وكن قريبا من الله. ومن جديد أعيد، إيمانك يجب أن يكون قويا، لأن هذا هو السر، السر هو الإيمان. والآن إيمان ستتكلم لمن يعيش في هذا الحزن. كنت أقول أن هناك أشياء كثيرة في هذا العالم، هناك بزاف ديال الحوايج يمكنكم أن تقوموا بها لكي تعود تلك الإيجابية. مثلا أشياء بسيطة، أشياء بسيطة ما خلقه الله لنا، الشمس، شروق الشمس. أنا أحب يعني كنوض بكري، أنا يعني أقوم باكرا وأحب رؤية شروق الشمس، هذا شفاء، وهذا شفاء. يعني شروق الشمس شيء جميل، وأحس بأني قريبة أكثر من الله. بالليل النجوم، نعم القمر، هذا شيء جميل. حضن الأم يا أحبابي، ما في أحلى من حضن الأم، الحب الحقيقي، الحب القوي، حضن الأم يا حبيبي، يا حبيبي برج الحوت، ولكل الأبراج، لكل الناس، حضن الأم وقاية وعلاج وشفاء لكل شيء. واخا، أو لمن لديه أبناء، عناق الابن هذا منبع الحب، يعني ومنبع الأمان، مصدر قوة عظيمة أن تحضن ابنك. والدعاء، نسيت الدعاء، الدعاء، ادعوني أستجيب لكم، وصدق الله العظيم، فخير الكلام ما قل ودل. صافي كملنا، الناس لينا، شكرا لكم، كانت هذه قراءة جميلة، أتمنى لكم الخير وصبرا جميلا، السلام عليكم.